قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. هل الصوم المطلوب متتابع أم متقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني استطاع مؤونة الزواج فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. حتى على النكاح في تزويج أبنائهم وبناتهم، وأن يردكم إذا خطب، ويتعاونوا على ذلك بتسهيل المهور وتسهيل الولائم وعدم التكلف في هذه الأمور، حتى يسهلوا لأبنائهم ولبناتهم ما شرع الله من الزواج. أما إذا عجز ولم يستطع فعليه بالصوم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعفاف كما أمر الله بذلك، والصوم يكون متتابعا ويكون أيضا متفرقا لا بأس، على حسب حاله وقدرته. إذا صام متتابعا حسن حتى يكف في هذا شر الشهوة، وإذا صام متفرقا فلا بأس، الأمر في هذا إليه هو أعلم بحاله. والصوم مستحب ومشروع من أجل تخفيف شر الشهوة، وإذا تعاطى بعض الأدوية التي تخفف من ذلك فحسن أيضا. نعم. بعض الأخوة يسأل فيقول: ومن أعظم الدواء غض البصر والبعد عن التجول في الأسواق بلا حاجة، والنظر إلى النساء في الأسواق أو في بيته إذا كان لديه غير محارم، فينبغي له في مثل هذا الحذر والبعد عن إطلاق البصر، فإنها من أعظم الأسباب لسلامته. أما إطلاق البصر وتجول في الأسواق بغير حاجة بين النساء، فهذا من أعظم الأسباب في فتنة وإطلاق الشهوة في وقوع الفاحشة، نسأل الله.